عبر رحيل ولا اماميه طويله على طول لباقه، وادي الاستلام على طول لباقه يلعب العرضيه الناحيه العكسيه واحمد ريان، هدف التقدم الثاني. اتعملت حلوه 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 العرضيه من باقه وضربه راس مثاليه على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن اللي يحرز الهدف الثاني. احمد ريان بلمسه سحريه وضربه راس جميله، شوفوا الرؤيه الجميله فضل وعملها على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن في اجمل اهداف اللقاء النهارده، هدفين للنادي الاهلي وبرؤيه وذكاء وهداف على طول احمد ريان بهدف التقدم للنادي الاهلي الثاني ليتقدم النادي الاهلي بهدف